احيانا في لقطات بنقف عندها كتير، يعني مع جمهور الاهلي جمهور الزمالك في لقطات بنسيب المباراه ونفضل واقفين عندها نحييها. مش معنى كده النهارده ان المباراه اللي موجود جمهور المغرب ما نقفش عند صوره مهمه ونشوف الكوره ازاي بتجمع الناس ونشوف ازاي مشجعه مغربيه لها كل التحيه والاحترام. بصوا الست قاعده النهارده بتشجع بقلب عامل ازاي، ساعه ضربه الجزاء كانت الحقيقه عندها عزيمه وقوه غير طبيعيه. احلى ما في الكوره اللقطات دي. تحيه من هنا من مصر للمشجعه دي ولكل مشجعي الرجاء ولكل الناس اللي كانت حاضره، ولكن لازم برضو نثبت ان اللقطه الحلوه لازم نقف عندها. الحقيقه تحيه كبيره جدا ليها، تحيه كبيره جدا ليها، وهارد لك لفريق الرجاء والف مبروك لفريق النادي الاهلي. هل النادي الاهلي ما زال في احتياج لمهاجم؟ بحييك على اللقطه دي، بس قبل اي حاجه خد بالك اللقطه دي ممكن تبان للناس انها عاديه، لكن لينا احنا كلعيبه دي حاجه كبيره جدا. بيبقى تفكيرنا ورؤيتنا لما بنشوف حاجه زي كده ان ازاي نحاول نخلي الست دي او الراجل ده او الشخص اللي ممكن يكون كبير في السن انه ما يروحش زعلان. عماد، منتخب المغرب في كاس العالم كسر الدنيا. أيوه. العالم كله تحدث عن منتخب المغرب. اللي خطف الصوره كلها والدة اشرف حكيم. بالظبط، ما ده اللي بكلمك فيه. ده اللي بكلمك فيه انك بقدر الامكان بتحاول ما تروحهم زعلانين. طبعا انت بتعمل كده للجمهور ككل، لكن لما تشوف كبار السن موجودين وبيشجعوك بكل قوه ده بيزود الرغبه في المكسب. هي الرغبه موجوده لكن بيخليك تستموت على المكسب معنى اصح.